السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم جايب لكم لعبة، قاعد أسوي داونلودينج، راح أكلمكم عن لعبة شوي بس على ما أسوي داونلودينج. اللعبة من أمتع الألعاب أيضا اللي لعبتها الأيام، شوية جاي اعتنون بالألعاب ما أدري. لعبة اسمها سنشري إيج أوف أشز، لكن من فتحت اللعبة الحقيقة طلع لنا اسم ثاني، شادو اوفر سكيلد سيزون 1، الموسم الاول مال شادو اوفر سكيلز، فما تدري يا هو الصحيح يا هو الغلط. على العموم اكو العاب كثيرة تاخذ اسمين او يتغير الاسم، يجوز يعني شركة ثانية تحتاج على الاسم عند جوجل بلاي فتقول لهم غيروا الاسم فيغيرونه. على العموم تنزيل داتا، خلص تنزيل داتا وارجع لكم. رجعنا لكم بعد ما نزلنا داتا. مثل ما قلت اللعبة لها اسمين حقيقة، من لعبتها نزلتها على اساس اسم وطلعت اسم ثاني، قلت هذا الشيء يصير. جوجل بعض الشركات تحتاج عند جوجل بلاي تقول لهم هذا ما اريد الاسم، نزلتها باسم سنشري ايج اوف اشز. الان تطلع هي شادو اوفر سكيلد، اكسبت ان كونتينيو، هاي الشروط لازم توافق عليها. لونش تورتيل تدريب يعني، راح يعلمك على اللعبة، راح يدخلك تدريب أول شيء. شايفين تورتر يعني تدريب. هذا كثير من الألعاب بهالنمط هاي تنزل باسم وتلقاها يومين ثلاثة أيام غير اسمها، يعني ما أدري ليش. وايد اسباب الحقيقة. شوف الجرافيك، الجرافيك رائع طبعا. مومنت يوز تو ستير يور مونت اون اني دايركشن، اوكي. فلاي ثرو تشيك بوينتس، يوز الدائرة والنقطة هاي تو تقول طير عبر التشيك بوينت، مستخدم الدائرة والنقطة. وين التشيك بوينت؟ يقول للأسفل، تبع الأسهم طبعا، هذا السهم مالك تبعه. هذا سهم بعد، سهم على اليسار يشيل. هاي تشيك بوينت، طبعا راح الف وارجع لها. هاي تشيك بوينت ثانية، السنسيتيف شوية تريد تعديل شباب. راحت مسنك، ضيعناها، هسه نرجع لها. الان رجعنا لها، دشينا فيها تشيك بوينت. الان هاي بالاسفل، اوكي. يقول slowing down hold to break sharp turns of easier to take a while breaking. يقول دوس بريك، اذا تخفف الدوس بريك تيجي تخفف الدوس بريك. هاي شايفينها، هاي شلون تخفف الدوس بريك، وهاي يزيد السرعة. السهم الاحمر عندك يخفف، used to break
الآن استعملتها أنا حتى نستخدمها مثل الفرامل. استامينا هي قوة الجسم. يقول fill up your stamina by flying over energy rift. يقول املأ الاستامينا مالتك. fly up your stamina bar. طير على البار مال الاستامينا. يقول املأ طاقتك. الى حدود طبعا الها مثل الزون ما يطلع برا التنين. شايفين الخط هذا؟ الان راح يطلع برا، ما يقدر يطلع برا، ما اعتقد يطلع برا. لا والله طلع من هناك، بس من هناك ما يقدر يطلع، يعني صفحة واحدة. حققنا 2 بعد 3. 28. شوف قلت لك مثل زون. يقول انطيك 28 ثانية حتى ترجع لمكانك. رجعت الان انا. الان بس مجرد ما مشيت ويا الخط الاصفر، تمشي ويا الخط الاصفر تفتر الاستامينا مالنا كملت. طيب هاي الاستامينا. يقول يوز يور بوست 02 وان تاب تو بوست. هاي شايفينها؟ هاي تدفع التنين شوية السرعة. ها شايفين شلون سرع التنين؟ خلصنا منها الزرقاء اقصدها. يقول شوت فاير بول. هاي تطلق النار طبعا من التنين. اكو هدف قدامك لازم تضربه. هذا الهدف. أصبت إصابة مباشرة الحقيقة. يعني تعلمنا على كل أنواع التنين. واحدة للمراوغة، واحدة للشوتينج. هذا أنا لاحق ذاك وهو يريد هذا. شوف التنين شو يسوي. خل أدفع أنا عليه. إذا دفعت عليه وصلت له الساعة أقدر أطلق عليه النار بكل راحتي. دمرت هذا. tap to use your ability.
الان استخدم طاقتك. يقول هاي الابيليتي اللي طلعت الاسهم لي على اليمين، خلي اروح شوية اندفع هلحقة. اذا صرت قريب منها ايوز. الان استعملت الابيليتي مالتي، خلي الحقة. والله اللعبة شيء، الحقة شوية صير قريب منه. هدوس الزرقاء والحقة الأسهم. السهم الأحمر يدليني عليه طبعا. ضربته شنو الان؟ الان ابيليتي ثالثة او رابعة، كثير من الابيليتي يعني للتنين حقه. خلا اقرب عليه، ادوس الزرقاء السهم قربت عليه بعد. راح اليسرى منا، وينه؟ هاي غلط، ضربته. والله لعبة جميلة جدا حبايبي. يقول كولكت اشيلد، اخذ الدرع دروعة لازم تاخذهم. اذني بالاصفر، السهم الاصفر قاعد لي عليهم. اروح هذا اول واحد اخذه. اخذه، اخذت واحد. اليمنيت فاينل، يعني ذا فاينل انمي. تخلص من العدو الاخير. وينه؟ روح ضربته. والله انا بس وين راح؟ هم يناور، هو هم يناور، جاي يناور حتى يتخلص من عندي. بس وين يروح؟ قرب منها شوية. دست الزرقاء اذا صرت بعيد ما احوشها. عدل، الان ضربة واحدة بعد. اصور انتهى. لا والله بعده. حلو، انتهى الان. فيكتوري. اللعبة من اجمل الالعاب اللي لعبتها قدامكم حبايبي. اللي يريد يلعبها موجودة بجوجل بلاي، راح اخلي رابط مالها بالوصف انا حتى لا تدخون باسمها. قلت لكم لها اسمين، والجرافيك مالها يعني لا يصدق الحقيقة شايفينه. فان شاء الله حازت على اعجابكم. حتلقاكم لعبة جديدة. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.